حقيقة اللي قام به السوداني من تغييرات بعض الرؤساء أو قادة المؤسسات الأمنية أو المدراء العامين أو الوكلاء مستشاري الأمن الوطني، بالحقيقة هو أراد أن يرفع هؤلاء من عن مناصبهم ويعطي المناصب الأخرى للإطار التنسيقي، لأن يوجد خلاف بين الكتلة، كتلة التقدم السنية، واختلاف بين عزم، وحتى يرفع البعض منهم من هو تابع للحلبوسي ويزج من هو تابع لمثنى السام الرأي وما أشبه بذلك، ورفع بعض المدراء الآخرين حتى يعطي حصصهم إلى قادة الإطار. طبعا السوداني والإطار إطار اختلاف الدولة وليس ائتلاف إدارة الدولة، الدولة العفو، هذا الاختلاف اختلاف إدارة الدولة التي شكلت هذه الحكومة بهذه التشكيلة وبسفيرة الاحتلال الأمريكي التي الآن هي ماخذ الحكومة طول وعرض وتلتقي بالقادة أكثر من ما يلتقي بهم هو السوداني نفسيته. وكل هذه المسائل حقيقة هو رجل، أنا أعتبر السوداني رجل موظف عند الإطار وعند قادة الأحزاب التي شكلت هذه الحكومة، ولا يستطيع أن يخرج عن طوعهم، وبشخطة قلم الكتل غدا تتفق على السوداني ويتم استدعائه إلى البرلمان ويتسحب عنه الثقة بكل بساطة، لأن السوداني يمتلك كرسي واحد ولا لديه جمهور عراقي راضي على هذه الحكومة. وحقيقة هذه الحكومة فشلت فشل ذريع بكل مفاصل الدولة، الآن انهيار منظومة الكهرباء، انهيار شحة الماء وانهيار المنظومة المائية في العراق، انهيار الوضع الخدمي بالعراق، انهيار الوضع الأمني بالعراق، كل شيء الآن حقيقة بظل حكومة الإطار واختلاف إدارة الدولة كل شيء من سيء إلى أسوأ، ونرى أن الموازنة الانفجارية استثمرت للأحزاب. وقالها السوداني صراحة، قال شلة من الفاسدين تريد نهب هذه الخزينة أو هذه الميزانية. إذا كنت شجاع يا محمد شاع السوداني، لماذا لا تتكلم بصراحة وتقول من هذه الجهة التي أو شلة الفاسدة أو شلة الحرامية، وأصبح العراق بين شلة الفاسدين وبين إذا شلة قال الحرامية؟ إذا قال السوداني اليوم وباختصار شديد فضيلة الشيخ، ألا يطيحون به هذه القوى السياسية اليوم؟ إذن ما قلته أنا صحيح، هو موظف لديهم ولا يستطيع تحريك أي مدير عام أو وكيل. طيب. وزير أو فضلا عن الوزراء، السوداني مكبل بالقيود، وأنا قلت هذا شهر تموز ربما يكون إقالة السوداني. جيد. وأنا أعطيت للسوداني 9 أشهر وطلبت من السوداني أكثر من مرة يقدم استقالته إلى العراق ويصبح رجل بعين العراقيين، هو مدافع عن هذا الوطن. طيب. ولكن لا يستطيع ولا يفعلها لأنه يحب الكرسي.